بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزيكم أحبتي أهالي قرية العكر، أعزيكم من القلب بهذا الفقيد العزيز الشهيد حسين أحمد شرف. هنيئا له هذه الكرامة، هنيئا له هذه المنزلة الرفيعة مع الشهداء مع الصديقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مع يتقبله قربان لأجل البحرين، لأجل هذه التضحيات، لأجل هذا الشعب الذي ضحى بالغالي والنفيس لأجل نيل العدالة والكرامة والحرية. نحن نتضامن مع أهل الشهيد، نحن نتضامن مع أهالي قرية العكر، مع الشعب البحريني بدماء هذه الشهداء. بدماء هذه الشهداء إن شاء الله راح نحقق النصر، ونحن على مضي هذه الشهداء بهذه التضحيات نعزي أهالي الشهداء كافة، كما نتضامن مع معتقلين هذه القرية ومعتقلين البحرين عموما، مع المطاردين نعادهم بالمضي في هذا الدرب حتى تحقيق جميع المطالب إن شاء الله. نحن باقون في الساحات لنيل المطالب كاملة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.